عشرات البراميل المتفجرة تتساقط فوق مدينة حلب لتحصد 100 ضحية في اليوم واحد فقط على الأقل. أحد هذه البراميل سقط في حي الفردوس ليدفن تحت الأنقاض 15 طفلا في مبنى واحد. تقرير مراسلنا وائل عادل من حلب. لا يملك أعلى من هذه الصرخة المقهورة، فالبرميل الأول الذي سقط على حيه حصد 7 من أبناء الحي، ليلحق به البرميل الثاني والذي تجاوز عدد الضحايا فيه بحسب الدفاع المدني أكثر من 30. بالصبح برميل تفجر على مدينة حلب، القصف مستمر، القدر مستمر، حملة الإبادة مستمرة، برميل على الشارع 12 شهيد، كمان بعدة براميل، تقريبا 8 براميل وراء بعض، قصف للتجمعات السكانية في الفردوس، بعدة أبنية شهداء بالعدد لا منتهي، ما بنعرف شو عندنا شهداء، ايش بعدنا بصير ما بنعرف، عملية قتل والذبح لمدينة حلب مستمرة، عشرات الأطفال، عشرات النساء ما زالت في الأبنية تحت الأنقاض، ما زلنا في عملية بحث والإنقاذ. البرميل الأخير كان من نصيب حي الفردوس بالقرب من سوقه الشعبي. يحاول أبناء الحي هؤلاء استخراج من علق تحت الأنقاض ولو بأيديهم، فهذه الأسقف التي كانوا يعتقدون بأنها تؤمن الحماية لهم باتت سببا في مقتلهم بعد سقوط أكثر من 3 مبان في الحي. والله العظيم هو كله مدني، هو كله مدني، يا بشار يا ارهابي، يا بشار يا ارهابي، يا زنديق يا كافر، روح اضرب اسرائيل، روح اضرب اسرائيل، اسرائيل عايشه بامان وعايشه بسلام وعايشه اللي بدها اياه، وهو اللي عم تضرب مدنيه واطفال. عشرات البراميل المتفجره التي تتساقط بشكل عشوائي على الاحياء السكنيه في حلب لتحصد في يوم واحد فقط 100 ضحية، آخرهم 20 طفلا لا زالوا تحت هذه الأنقاض حتى هذه اللحظة. وائل عادل، الغد العربي، حلب. من هؤلاء الأطفال 15 طفل الذين بقوا تحت الأنقاض، لم تختلف الأوضاع المدنية والإنسانية أيضا في أحياء حلب القديمة، فقد أدى أيضا سقوط 6 براميل متفجرة على منطقة أقيل إلى دفن امرأة وأطفالها تحت الأنقاض. نتابع. تدوي صفارات الإنذار. الطائرة فوق رؤوس الحلبيين مرة أخرى. برميل متفجر ترميه الطائرة فوق منطقة أقيل، هذه المرة في حلب القديمة، تدفن امرأة وأطفالها تحت الركام. سقوط 4 إلى 6 براميل على مدينة حلب. الحمد لله رب العالمين، أضرار خفيفة. في أحد الأحياء هناك امرأة عالقة تحت أنقاض، تقوم فرق الدفاع المدني الآن بمحاولة استخراجها وهي على قيد الحياة، والله الحمد. الدفاع المدني يتابع عمله للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض. هذا الرجل ينظر إلى بقايا بيته الذي كان يأويه لتأتي البراميل المتفجرة التي اعتادها الحلبيون وتسرق منه كل شيء. مثل كل يوم فأنا صوت البراميل، مثل كل يوم فأنا صوت البراميل في حلب. هذا البرميل في حلب القديمة سبب دمار واسع، في مصابين، في مرة لحد هلا تحت الأنقاض ما حسنا يطالعوا، لسه الدفاع المدني الشباب بيشتغلوا مشان يطالعوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا المسلسل اليومي الصباحي في حلب تعود عليه، لله الأمر. 6 براميل متفجرة ألقتها الطائرات المروحية صباح يوم واحد على عدة مناطق سكنية في المدينة لتعيد المدينة وسكانها إلى مربع الرعب الأول وإلى النزوح.